طبعا القضية جدا دقيقة، قضية البواعث من أدق القضايا، من أهم مزالق الشيطان، يمكن واحد يخلي اسمه على كتابه او على مسجده واقعا لله، الله ما يتقشمر، احنا نقدر نقشمر الناس ونقشمر المجتمع، لكن الله ما يتقشمر. الله لا يخدع عن جنته ليش تخلي اسمك على كتابك ليش عندك باعث الهي اكرم وامن اما اذا الباعث مو الهي فهذا الكتاب مو في صراط الله تعالى يوم القيامه هذه القضايا تظهر واحد واحد لماذا تخلي اسمك على مسجدك الذي بنيته بكد اليمين وعرق الجبين؟ لله اكرم وانعم بهذا الباحث. للشهره اذا ما الك حق على الله سبحانه وتعالى. المحدث القمي نختم بهذه القضيه رحمه الله عليه صاحب المفاتيح. عندما كتب كتابه منازل الاخره كتاب جدير بالمطالعه كان احد الخطباء ياخذ هذا الكتاب منازل الاخره يصعد فوق المنبر ويقرا من هذا الكتاب والد المحدث القمي كان يحضر ذلك المجله فكان يجي الى البيت ويقول لابنه لابنه انه عندنا فت خطيب يقرا من كتاب مطالب جدا رفيع شامخ ويمكن لعله انتم اكتب مثل هذا الكتاب لعله هذا المقطع موجود المحدث القم كان يتمكن يقول يا ابي انا مؤلف هذا الكتاب ولكنه لم يكن يقول ذلك لوالده وكان يقول لوالده ادعو الله لي بالتوفيق يوم تبلى السرائر هنالك تظهر الواقعية فيجب علينا ان نحاول ان نرى ما هي بواعثنا الحقيقيه ونكشف نحن عنها الحجاب قبل ان تكشف امام الناس في يوم القيامه